قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. قيم 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 قيم. ماذا بك يا نورا؟ لما يبدو عليك الحزن هكذا؟ لقد فعلت أمراً خاطئاً يا فواز. يا إلهي، ماذا فعلت يا نورا؟ لقد خالفت أوامر أمي وأخشى غضبها هي وأبي. ماذا حدث بالضبط؟ أخبريني. أمي رتبت حجرتي قبل خروجها مع أبي وطلبت مني الاهتمام بدراستي، لكني بدلاً من ذلك انشغلت بلعبتي الجديدة. ثم؟ كنت أنوي اللعب بها قليلاً ثم أذاكر، لكن الحماسة أخذتني فمضى الوقت دون أن أذاكر. وليس هذا فحسب. وماذا أيضاً؟ لقد أفسدت ترتيب الحجرة أيضاً، ولم يعد هناك وقت قبل عودة أمي وأبي لأصلح أي شيء. لقد أخطأت بالفعل يا نورا، ووالداي سيعودان قريباً، لكن ماذا؟ ربما لا يزال بيدنا شيء نفعله. السلام عليكم. نورا، فواز، أين أنتما؟ وعليكم السلام. أريد أن أعتذر إليك يا أمي. لماذا يا حبيبتي؟ لقد عصيت أوامرك وتركت المذاكرة وانهمكت في اللعب، بل وأفسدت ترتيب الغرفة التي تعبت أنت في ترتيبها. لكننا تداركنا كل شيء في النهاية. ماذا تعني؟ عندما أدركت خطائي شكوت إلى فواز فقام ليساعدني، واهتم هو بترتيب الحجرة وقمت أنا بالمذاكرة. حسناً جداً، هذا رائع. كنت في غاية الحزن لأنني لم أسمع كلامك يا أمي. لا بأس يا حبيبتي، كلنا نخطئ، المهم ألا نكرر أخطاءنا. ولكن بقي يا نورا شيء آخر لتفعليه. وما هو؟ يجب أن تشكري أخاك على ما فعله لك من مساعدة وتوجيه. شكرا لك يا أخي، لأنك دائما تساعدني عند وقوعي بالأخطاء. هذا واجبي يا أجمل أخت. نعم نعم، هؤلاء هم أبنائي. Oh,